بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده او الجزء بتاع السايكايتري على السكيزوفرينيا والاذر سايكوتيك ديزوردرز. طبعا السكيزوفرينيا من الحاجات اللي نقدر نقول عليها انها بتتميز بحاجتين اللي هي الهلوسينيشن والديلوجنز، لكن في كذا طيب منها. طبعا لو احنا كنا بنتكلم في مثلا الام اس كيو هيبقى ماشي ازاي في القصه دي، ان انا اقدر اميز بين الانواع، ان انا اقدر اميز بين الانواع دي نقطه مهمه. والحاجه الثانيه برضو الجندر فاريشن او فكره انه ميل في ميل كذا الانسيدنس عامل ازاي وهكذا، يبقى دي برضو من الحاجات المهمه. لو احنا ابتدينا كده في الاول بيقول لنا السايكوتيك ديس اوردرز اوف سيريس النس بتافكت المايند، بتاثر على العقل، بتخلي العقل الجادج بتاعه او يقدر يحكم على الامور بيبقى وحش، وفي نفس الوقت بيرسبوند بطريقه فيها في بعض الحالات يعني ان ايموشن، يعني ما يبقاش قادر يتحكم في الامور بشكل ايموشنالي، ان يكومينيكيت او يتواصل مع الناس، التواصل بيبقى يعني سيء وما بيفهمش الرياليتي او الواقع الموجود. يبقى دي القصه الاولانيه اللي موجوده في الديفينيشن. بعد كده الانسنس بتاعها، وده جمله برضو مهمه جدا ما قد تسال، الانسنس بتاعها قليل في بعض الاماكن، وصنفوها على انها بتمثل 3.5% من الامراض النفسيه. والجمله الثانيه دي، الجمله دي انا بعتبرها برضو من الحاجات اللي مهمه اللي ممكن تبقى جمله سايكوتيك disorder، يعني من الحاجات السايكوزس الموجود اللي هو لو ما ابتدينا، لو انتم فاكرين لما شرحنا الفرق بين السايكوزس والنيوروزس، السايكوزس نفسه الخلل في المايند ده مش مجرد المود، بيبقى لان احنا عندنا حاجات بتاثر على تعمل سايكوزس، بتاثر على المايند، وحاجات بتاثر على المود. الموست كومن من السايكوتيك هو السكيزوفرينيا. الافكتيف دي معناها اللي هو معاه مود، بقى معاه مود ديس اوردرز. النون افكتيف سايكوزس بيبقى مور كومن زي الافكتيف سايكوزس. افكتيف دي اللي هي كلمه ترجع للمود، او ترجع ان هو عنده مثلا ديبريشن او عنده باي بولر زي ما كان في الاول. طيب في نوع من السايكوزس بقى بيبقى، او السايكوتيك ديس اوردرز او السكيزوفرينيا بتبقى مرتبطه بالمخدرات، مرتبطه بانه بياخد ادويه معينه، انه بياخد حشيش مثلا، انه بيشرب ترامادول، مش عارف ايه. فده بيبقى موجود اكتر بين العمال، ودي برضو اعتقد انها مهمه. والسايكوتيك ديس اوردرز اللي مرتبطه بالامراض، لان في طبعا سيستماتيك ديزيز قد تؤدي الى سايكوتيك ديس اوردرز، من ضمنها بشكل كبير جدا اللي هي الامراض اللي بتاثر على الهرمونز، دي موجوده في الستات فوق 65 سنه. فاحنا بنتكلم عايز يعني يكتب ويستفيد، يروح كاتب كده جمل ام اس كيو، الانسنس بتاعها قليل لكن البريفلنس في الامراض النفسيه موجود بنسبه 3.5%. الحاجه الثانيه ان السكيزوفرينيا الافكتيف قليله، نون افكتيف هي نون افكتيف هي اللي اكتر. السبستنس موجوده بين العمال او يعني طائفه من الناس معينه. الميديكال ديس اوردرز اللي هي بتيجي نتيجه امراض زي بعض الاندوكراين ديزيز، دي موجوده في الستات وبيبقوا كمان كبار السن ب 65 سنه. طيب هل السايكوتيك ديس اوردرز فيها سايكو سوشيال او سوشيو ابيك بتاثر على المستوى السوشيال؟ يعني اكيد، لان هو مش بيتجوز، بيبقى مش بيتوظف، مش بيشتغل، الانكم بتاعه بيكون قليل،
مستوى التعليم بتاعهم بيكون قليل وهكذا. طبعا مش شرط قوي، لكن مش شرط، لان لو انتوا شفتوا بيوتيفول مايند وهو يمكن الفيلم الاجنبي اللي ماسك الموضوع ده بتفصيل شويه ممل، كان بيتكلم على واحد واخد، ودي حقيقه يعني، كان بيتكلم على واحد خد جائزه نوبل. فاذا برضو ايه يس في سوشيو ايكونوميك ديستربنس، لكن طبعا مش فول الحاجه. طيب الجزئيه بتاعت الايج دي برضو اعتقد انها اسئله برضو فيها مهمه ان هو ممكن يبتدي في اي وقت في الاطفال مثلا في الاولد ايج وكده، لكن السن الايديال ده، هذه جمله، السن الايديال بتاعنا من 15 ل 54 سنه. والموست كومن بيبقى في الميد 20s، يعني في 23 24 25. وناس بقى عملوا ديتيلز اكتر، قالوا يبقى احنا عندنا تو بيكس في العشرينات، في بيك، وفي ال 33 بيبقى في بيك. يبقى الايج من 15 ل 54 عندنا تو بيكس او نشاط للمرض بيبقى موجود في نص العشرينات وتعتبر نص الثلاثينات. طيب هل في جندر ديفرنس في الحكايه دي؟ في الانسيدنس، ان الميل مثلا بيبقى البيك سنجل بيك في التوينتيز، الفيميلز بيبقى في براون رينج اوف اونست، لانه قال ان الستات، عشان بس تفهم بس المعلومه مع بعضها كده، الستات بيبقى بقى فوق 54 سنه لو كان عندهم ميديكال ديز اوردرز، وهو بيقول ان البيكس بيبقى في الاربعينات عند الستات. يمكن يكون برضو قد يكون في ناس بترجع الكلام ده ان يكون له علاقه بالمينيبوز او وات ايفر الحكايه. تمام، يبقى اذا دي برضو من الحاجات المهمه. ميل از فيميل اند فيميل، اللي هي ميل فيميل، يعني هتلاقي نسبه الميل اكتر. بيقول بعد كده difference is more marked for severe cases، اللي بيبقى فيه difference في الحالات اللي هي severe يعني، ومش difference في referral او age of onset. It has been to the neuroprotective effect of estrogen، ده اللي احنا كنا بنحكي شوية انه but the evidence for this. طبعا الحكاية دي مهمة، يعني لو احنا بنتكلم على انه الميل حاجة طبعا موجودة في تقريبا في كل الامراض، نادر لما تلاقي فيه امراض بتبقى كومن في الفيميلز غير الاوتو اميون ديزيز، فبالتالي بيبقى برضو في ناس شايفه ان الاستروجين بي بروتكت. الناس بقى في البيرث سيزونز دي برضو من الحاجات اللطيفه برضو نعلم عليها البيرث سيزونز، ان هو برضو في ناس شايفه او يعني تشاف في بعض الحالات ان الناس اللي اتولدت في الشتاء، الناس اللي اتولدت في الربيع يبقوا اكثر عرضه. الاسكيزوفرينيا برضو بتزيد في البيرينيتال، يعني في حاجه اسمها بلو انتوا خدتوها في الناس، برضو بتزيد في البيرينيتال والاوبستاتريك كومبليكيشن او مشاكل الولاده وما بعد الولاده، ممكن يزود الاسكيزوفرينيا، برضو نعتبرها جمله مهمه. لقوا برضو ان في هاير ليت في الانفلونزا ابيتيمكس في الاماكن اللي فيها الانفلونزا والاماكن اللي فيها ستارفيشن، الاربن ارياز والمناطق الصناعيه بيبقى هاير في سام ريجون زي لندن. يبقى كل الجمل دي احاول اركز عليها شويه افهم فكرتها وكده، بحيث انها ممكن سوشيو ايكونوميك اند كلتشر فاكتورز. يعني بيقول مثلا انه المهاجرين مثلا عندهم هاير ريت، يبقى برضه قد يكون في نظريه بترجع لفكره انه بيتعرض لضغط معين من الهجره او بتاع او ستريس معين، ليه علاقه برضه بالمدن وهكذا. يبقى دي برضه من المدن الصناعيه. الاونست ات يونج ايج بالنسبه للايكونومكس، المشاكل الاقتصاديه accounts for 2.5 of all healthcare expenditure، برضو مع الناس اللي بيشتغلوا في الرعايه الصحيه ممكن يجي قد يكون نتيجه التعرض للستريس. لكن زي ما قال في الاول، احنا عندنا 75% من المرضى بيبقى مش موظف مش شغال،
وبيتكلف الحكاية دي أكتر من 50 بليون دولار في الرعاية للمرضى دول، وإنه الأمراض النفسية نصها، ودي حاجة دي قالها في الأول، نص السراير يعني في الحجز بيبقى الناس اللي هم عندهم سكيزوفرينيا، وبيحصل لهم ري ادميشن في خلال سنتين في الفيرست هوسبيتال، من الفيرست هوسبيتاليزيشن، والهومليس بيبقى عندهم سكيزوفرينيا. طبعا المعامل كلها اعتقد متشابهه. نيجي بقى للجزئيه برضو مهمه اللي هي الجينيتك فاكتورز، بيبقى برضو 1% من النورمال بوبيليشن ممكن يجي لهم. الناس اللي عندهم اعتقد دي جمل برضو مهمه، التشيلدرن اللي عنده سكيزوفرينيا، اب عنده سكيزوفرينيا بيبقى 12%، لو الاب والام يبقى نسبته توصل ل 40%، لو الاخوات السيبلينجز 8%، السكند ديجري للعم والخال وما اعرفش ايه 5 ل 6%، لو هم داي زيجوتيك توينز هيبقى 12%، المونو زيجوتيك 47%. ارقام وحفظ وحاجه لطيفه، لكن يعني نبص عليهم ونفهمهم، قد يكون لهم علاقه او يجي منهم اسئله. البايوكيميكال فاكتورز دي نقطه مهمه صراحه، لان يعني كان في تفسير كبير جدا في السكيزوفرينيا فتره من الفترات، ان يا اولاد لا ده السكيزوفرينيا دي بتبقى نتيجه ان انا عندي الدوبامين بيبقى عالي، فبالتالي طب ما ايه المشكله، يبقى انا عندي دوبامينرجيك. يبقى برضو ايه ناخد بالنا ان دي جزئيه مهمه نفهمها برضو، او يعني ناخد بالنا منها، ان دي نظريه بتقول الاكسس دوبامين ديبندنت اون اكتيفيتي في البرين، وبالتالي احنا بندي مثلا في العلاجات ممكن نديها لوبريدول او الاسامي اللي هي تبقى انتي دوبامينرجيك. ده فكره موجوده بالذات في الناس اللي عندهم بوزيتيف سيمبتومز، لان الاسكيزوفرينيا بتبقى جزئين بوزيتيف ونيجاتيف. نيجاتيف انهيدونيا زي ما هنقراه مع بعض، مش حاسس باي لذه في الدنيا، مش عارف انه فلات ايموشنز، كل ده اسمه نيجاتيف. بوزيتيف يعني هالوسينيشن ديلوجنز، ضلالات، بيبتدي يشوف حاجات مش موجوده، يسمع حاجات مش موجوده، حاجات من هذا القبيل. ناس شايفه تانيه ان هو النور ابينفرين قد يكون زايد، السيروتونين وهكذا، ودي برضو من الحاجات اللي هتبان في برضو من الحاجات المهمه اللي ممكن تبقى جزء من الاسئله. لما جم يصوروا المخ بتاع الناس السكيزويد او الناس اللي عندهم سكيزوفينيا او الناس اللي عندهم سايكوزس بالشكل ده، لقوا الفنتريكلز بتاعته كبيره، وان في انكريز في اللوس اوف جراي ماتر بالذات في المراهقين، وان السيربرال فيرمس اللي هو السيربيلم، يعني السيربيلر اسف، السيربيلم المخيخ صغير شويه، والكوربس كلوزم تخين شويه. ودي يعني يمكن تبان في النيورو السنه الجايه اكتر، لكن معناه ان انا البريم ماترز بتاعتي قليله شويه بالذات في السيربيلم، وده هتاخده السنه الجايه وتفهم ان ده من الحاجات اللي بيكونترول كتير من يعني من الكوردينيشن في حياتنا. الجزء بقى بتاع الكوربس كالوزم ده هو اللي بيخلي فيه تداعيات الهلوسينيشن والديلوجنز وافكار مختلفه، بيخلي برضو البني ادم ما يبقاش عنده جادج يحكم على الحاجات، ما يبقاش عنده ايموشنال ريسبونس وهكذا. السايكولوجيكال فاكتورز بقى الحاجات السايكولوجيكال النفسيه، ممكن العيله ديسفانكشن، العيله فيها مشكله، قد يكون العلاقه بين الاطفال والاباء وحشه، قد يكون دبل بايند كومبليكيشنز فروم بيرنتس، ده بيقول له حاجه وده بيقول له حاجه، الاب ده بيقول حاجه والام بتقول حاجه، الحياه كلها فيها ستريس، وبعض الناس رجعتها لل الكولد الجو يعني، وسوء تعامل الامهات. يبقى برضو بداوا يدرسوا زي ما تحس كده، تحس دارسين الموضوع بشكل كبير، طبعا شايفين ان هو ايه بقى الفاكتورز اللي فيه، اقراه برضو شويه، بيزيد بين مين من الناس، بيزيد انا عايز اقول لكم بس ان هو بيزيد برضو بين طلبه الطب، يعني هو مش بس موجود في الهومليس وكده، لكن كمان في بعض الناس المتعلمين قوي بتلاقي المرض ده في ستريس جامد، في برضو انغلاق على النفس مش عارف ايه، فدي من العوامل السيكولوجيه. هنا بيقول بقى الحته اللي ابتدينا بيها ان عندي بوزيتيف، نقراها برضو كويس، بيقول لنا البوزيتيف سيمتومز دي ممكن تكون هالوسينيشن، زي انه يسمع، زي الفيجوال، زي الاولفاكتوري، زي التاكتايل. وكان في ناس بتسال، اظن ممكن يبقى في العملي، على انه الموست كومن هو الاديتوري، انه بيسمع،
البيرسون person most often hear voices in their head. They might be angry أو urgent demands إنه يعمل حاجة معينة. ممكن تبقى one voice, many voice, ممكن تكون hams, ممكن تكون murmur. في حاجات بتبقى يعني أصوات أقدر أميزها أشخاص طيور مش عارف حيوانات ما أعرفش إيه, وممكن تبقى أشخاص أصوات يعني هو مش عارف يميز, بس هي أصوات hams, murmurs, murmurs يعني زي لغط أو كده مش الهارت أكيد. خلاص فيجوال يشوف برضو حاجات واضحة بني أدمين مش عارف إيه, أو يشوف حاجات هو مش عارف يوصف light object, ناس, باترن حاجات معينة. وفي الغالب بتبقى حد بيحبه, واحد ميت زي مثلا فيلم آسف على الإزعاج لو انتوا شفتوه, بيشوف بابا, بيشوف حد كان بيحن عليه أو كده. فدي برضه من الحاجات اللي هي بيشوفها الأولفاكتوري, انه يبتدي يشوف سميلز, وكان من ضمن الحاجات اللي بيشم ريحه من ربط او كاوتش محروق, بتبقى باد سميلز او يعني او تبقى جود يعني على حسب. وممكن مثلا تلاقيه عشان تبقى جامع شويه الضلالات الديلوجنز مجموعه بالهلوسينيشن, فتلاقيه مثلا ايه اول ما ياكل يحط له طبق الاكل يشم فيه بويزن ما يرضاش ياكل. يعني هو برضه الضلالات اللي جايه له كده ديلوجنز انه شامم سم, والضلالات ان هو الناس كلها مضطهدات بيسموه الايه بيسموها الاضطهادات او الديلوجنز بتاعت الاضطهادات, لان هو مضطهد. مثلا في الفيلم تلاقيه يقول لك ايه انا حتى العصفوره مضطهدان يا ريس, كان بيكتب جواب للرئيس ساعتها. فلما العصفوره عملت عليه بيبي فقال لك العصفوره مضطهدان يا ريس. فالاحساس بالاضطهاد ده جزء من الضلالات, ان هو ممكن تجمعها حاجات بالهلوسينيشن زي فكره ان انا اشم حاجه او ادعي ان في حاجه مش موجوده. داكتايل يحس ان في حاجه بتمشي على جسمه, او ممكن يكون حاجه تحت جلده خلاص, او ان في ناس انسكتس حشرات او كده. طيب نيجي للديلوجنز. في عندنا البيرسكيوتوري ديلوجنز, انه زي ما قلنا حد عايز يضطهده, حد عايز يسمه, حد عايز حاجات من هذا القبيل يعني. تمام. الريفرنشال ديلوجنز ان هو ريفرنس ديلوجنز يعني حد بيلقح عليه كلام, ان مثلا وفي ناس بتبقى بقى عميقه شويه فيقول لك لا دي الاغنيه دي بتتكلم عليا, ده مش عارف الليركس اللي هي الكلمات الاغنيه يعني, انه المسلسل ده بيقصدني, ان مش عارف ايه, دايما بتبقى حاجات عظيمه كده, ان المخابرات بتراقبني, ان حاجات كده. سوماتيك ديلوجنز ذي سنترز اون ذا بودي ذا بيرسون ثينكس هي هاف terrible illness or bizarre health problem, زي ان هو يبقى شايف ان هو يعني في حاجات امراض جسديه يعني سوماتيك يعني امراض جسديه, زي انه عنده يعني ورمز ماشيه تحت جلده مش عارف مرض بالشكل الفلاني. فدي مهمه جدا ان انا اميزها ايه الاضطهاد اللي هو والريفرنشال يعني ريفرنس يعني تلقيح كلام, والماتيك هي الايروتوماميك ديلوجن, بتبقى ساعات بيسموها لاف ديلوجن اللي هي رومانسيه يعني, ان هو بيست مايت بي كونفنسد سيلبرتي ان لاف وي تلاقي مثلا مرة كان في حالة نزلت المستشفى ان هو بيبقى شايف انه بيتخان بيتحب, انه فلان البارتنر اللي هي مراته او لو بنت جوزها بتعامله مع عامله هذا فير
يعني بتخونه وهكذا. ريليجيوس ديلوجنز ان هو هنا بقى بيبقى حاسس انه بتلاقي مثلا في مستشفيات كتيره حاجزين ناس تيجي تروح تسالهم في الامراض النفسيه، يقول لك ده انا المهدي المنتظر، انا المسيح، انا وهكذا. يبقى برضه ايه دي برضه اسمها ريليجيوس ديلوجنز. جرانديوس ديلوجنز ان هو طبعا بيعتبر نفسه فيجر وبابليك فيجر والناس كلها يعني عارفاه، وبالذات ساعات بيفكر من السياسيين او البوليتيشنز. الجيليس انه طبعا بيبقى شايف انه بيبقى فيه غيره شديده، وقد تؤدي الى انه يبقى شايف انه كل ما يدخل كل الناس اللي هو البارتنر دايما بيبقى ليهم سيكشوال تشيتنج او حاجه من هذا القبيل. طيب اذا دي الحالتين الاساسيتين في السكيزوفرينيا او الديلوجنز والهلسنس. الحاجه الثانيه او الثالثه، كل الكلام ده قبل ما نقسمهم، الكلام ده كله قبل ما نقسمه، لان احنا هنبتدي بقى نقسم والله افكتيف نون افكتيف، حاجه لها علاقه بالسبستانس، حاجه لها علاقه بالفيميك وهكذا. يبقى دي برضو انا في الاول ابقى عارف كل واحده تفسيرها ايه او بتتكلم على ايه او بتاع، وبعدين ابقى عارف السب تايبس، لان ممكن تيجي كيس سيناريو والله السب تايب ده كذا، النوع ده من الديلوجنز ده اسمه كذا وهكذا. طيب بيبقى عندهم هو طبعا لما يجي يتكلم في موضوع تلاقيه بيسموها فلايت اوف ايديا، لما يتكلم في موضوع ما يكملوش، فيبتدي ايه يتكلم في مواضيع متفرقه ما يوصلش في الاخر لنهايه في الكلام او لفكره معينه. فده برضو من الحاجات اللي هي ان هو السبيتش بتاعه بيحصل له سويتش شويه من موضوع للتاني من غير ما يكمل اللي كان عايز يقوله. جروسلي ديز اورجنايزنج اور ابنورمال موتور بيهيفير، انه ممكن يبقى عنده زي unpredictable agitation، يخشب كده مره واحده. يبتدي يبقى عنده، لو انتوا لسه برضه ما خدتوش هيبقى في النيورو، يبتدي يبقى عنده حاجه بيسموها ديستونيا، رقبته تخشب كده في اتجاه معين، يجي له تريمورز في اتجاه في دايركشن معين. المهم جسمه ساعات يدخل في اجيتيشن، فده بيسموه ديز اورجنايزد ابنورمال موتور بيهيفير. الكاتاتونيك ده مشهور قوي، ده برضو عباره عن موتور ابنورماليتي، لكن بيبقى العيان بيبقى في الفينجرز والهاند، بيبقى برضو عنده سبازم كده زي الناس اللي بيجي لها تيتاني بالظبط، زي الناس اللي بيبقى عندها تيتاني فجاه تلاقيه بدا يخشف كده ويحصل له سبازم في العضلات، فده سموه كاتاتونيك سكيزوفرينيا، او من ضمن الحاجات اللي بيشوفوها في السكيزوفرينيا العضلات بشكل كبير. نوع من الكاتاتونيا بتبقى انه ما يتحركش خالص لفتره طويله، زي انه يقف على رجل مثلا مره واحده كده. الواكسي فلكسبيليتي ان الليمبس كان بي مانيبيوليتد اند بوز باي انذر بيرسونز، انه العكس بقى يبقى فليكسبل جامد وياخد الليمبس مثلا يعمل لها فليكشن، يعمل كده، يعمل هايبر فليكسبل موفمنت، فده بيعتبروه عكس الكاتاتونيك شويه، ياخد يحرك ايده في اتجاه معين ويبقى واخد دايركشن فيه فليكسبيليتي عاليه في الجوينتس. يبقى دي الحاجات اللي بنعتبرها positive symptoms. لو رجعناها كده مع بعض، hallucinations, delusions, disorganized speech بيتنطط من كلمة التانية، كاتونيا قلنا معناها ان هو يبقى يبتدي يحرك، يعمل spasm في ايديه، immobility ما يتحركش خالص، يتحرك بطريقة
فيها فلكسبيليتي عاليه جدا جدا، بالذات لما حد يجي يقرب منه يعمل له اكزامينيشن لحاجه تلاقيه بدا يتحرك بطريقه فيها هايبر موبيليتي او فلكسبيليتي. نبتدي نتكلم على النيجاتيف سيمبتومز. النيجاتيف طبعا الحاجات برضه المهمه اللي زمان كل واحده اول حاجه الابوليشن او الابوليشن ده معناه ابوليشن معناه انه العيان بيبقى اباثيتك متنح كده، ما عندوش اي انترست ان انت تتكلم معاه، بيبقى فاقد للاي كونتاكت. الاسوشياليتي بيبقى طبعا مش عارف يعمل سوشيال، لازم يكون سكيزوفرينيك بس هو مش قادر يدخل في ريليشن شيب سوشيال يعني مع حد من اصحابه ومش عارف ايه، علاقاته الاجتماعيه متقطعه. الانهيدونيا او الانهيدونيا دي برضو جابوها قبل كده في الام اس كيو، ده ان هو ما يبقاش مش قادر يكسبيرينس بليجرز، مش عارف يحس بالسعاده يعني. ما عندوش اي توقع ان يبقى سعيد لما كان الحاجات اللي كان بيعملها او اللي بتبسطنا كلنا زي ان مثلا تلعب كوره، تروح سينما، تاكل اكله معينه، لا مفيش الحكايه دي مش موجوده. البلانتد افكت ده ان هو ما عندوش بيسموها فلات ايموشن، اللي هو ما عندوش لا بيضحك ولا بيعيط، انت تواجهه بحاجه معينه عشان يزعل منها ولا حاجه مش فارق معاه، تقول له نكته ما يضحكش وهكذا. الالوجيا اللي هي السبيتش ده يبتدي يقل وما يتكلمش، يبقى قاعد ما بيتكلمش. طيب غير التقسيمه هي تتشرح بعد كده بالتفصيل، اللي هي السكيزو تايبل اللي هي بيسموها تبع البرسوناليتي ديس اوردرز، ديلوجنال ديس اوردرز، البريف سايكوتيك ديس اوردرز، سكيزوفرينيك سكيزوفرينيا فورم ديس اوردرز. سكيزوفرينيا ككلمه عشان اغلبنا بيبقى فاهم ان السايكوتيك هي كلها سكيزوفرينيا، ولا هو بيقول لك كل حاجه بتتقسم بعد كده. السكيزو افكتيف ديس اوردرز، في مشكله في المود هنا، سبستانس ميديكال ديزيز، كاتاتونيا بس، يبقى عنده كاتاتونيا بس زي ما شرحنا، حاجات بقى مش متقسمه وهكذا. نيجي للحاجات بقى اللي هي في الاخر اللي ممكن تجي منها جمل ام اس كيو زي كده، انه البريف هالوسينيشن ار نوت انكومن. نوت انكومن دي معناها يعني نفي اثبات، يعني كومن بدرجه معينه. وزود اني سايكايتريك ديزيز، دي جمله برضو اعتقد انها تيجي في الام اس كيو، ممكن الهالوسينيشن يحصل من غير اي سايكايتريك ديزيز. من ضمنهم في الاطفال الصغيرين، الاطفال الصغيرين بتلاقيه عامل لعبه كده بيسموها ايمجينج بلاي، متخيل جايب سبايدر مان وباتمان وبيلعبهم مع بعض ومش عارف ايه، ودايما عنده بارتنر اول 3 4 سنين كده عنده بارتنر بيتكلم معاه، صاحبه وبيتكلموا مع بعض ومش عارف ايه. دي حاجه مهمه ان انا بعرفها، وجمله مهمه، او حتى لما ان شاء الله ربنا يرزقكم عيال وكده تبقى عارف ان دي حاجه مهمه جدا. لازم الطفل في سنتين ثلاثه، مش لازم، ده بيعتبروها من العلامات الذكاء يعني، اول 3 4 سنين لغايه 5 سنين كمان يبقى عنده طفل، بيبقى عنده بارتنر وبيبقى عنده هالوسينيشن. بارتنر مش معناها يعني فيميل وميل يعني، لا طفل تاني، صديق تاني، وبيتكلموا مع بعض. طيب الكوزز اور تريجرز انكلود، ايه الحاجات اللي ممكن تخلي النورمال استيت زي كده؟ فولينج اسليب اند ووكينج، يعني ان هو يعني يقوم من السرير وينام في حته تانية، اللي هو بيسموه المشي وهو نايم. اللي بيسموها بريفمنت، اللي هي بتبقى عباره عن ان انا ليا بارتنر للديزيز لاف، واحد مات، طفل حبيبي، حد بحبه، ممكن يكون الاب، ممكن يكون الام، ممكن دي برضو كومن مسكوها حلوه كده. لما بيبقى في سيفير سليب ديبريشن ما بينامش، ممكن يحصل هلوسينيشن وانت سايق العربيه كده، وبتدي تشوف بقى حد معدي ونايم ونعسان وكده اهو، قد ده حتى في الناس الكبار. والاكستريم ستريس، يبقى اذا دي جمله مهمه جدا، الهلوسينيشن از نوت انكومن، از نوت انكومن في الحالات العاديه من غير سايكاتيك ديزيز، خصوصا في الهيلث تشيلدرن. التريجرز بتاعته ممكن يكون حاجه مرتبطه بان انا
بمشي وانا نايم، ممكن يكون انه كان في ارتباط عاطفي بحد وده توفى، ممكن يكون سليب ديبريفيشن وانت نايم عايز تخلص كده وهتموت من النوم فتبدا تشوف هلاوس، وممكن يكون اكستريم ستريس. طبعا هي الاساس المرض الاشهر، هي مش يعني مش مش يعني مش هي الموست كومن، لكن يعني هي المرض الاشهر. تو اور مور اوف ذا فولوينج ايتش بريزنت فور ا سيجنيفيكانت بورشن اوف تايم during one month period or less is or less if successfully treated. لا يعني ممكن يكون شهر وممكن يكون اقل لو اتعالج، ان يكون بيقول لنا بقى two or more. اثنين من الخمس حاجات: delusions، ضلالات قلناها، hallucination قلناها، disorganized speech قلناها، catatonic behavior او grossly disorganized بيعمل حركات غريبه قوي، يبقى فيه negative symptoms زي الافكتيف فلاتنينج ده اللي هو الافكتيف دي يعني مود الفلات ايموشنز يعني، وزي الاحساس بالعنف اي حاجه الاساس ان هو يعني زي ما قلنا ما عندوش اي لذه في الدنيا، مش عارف حاجات من هذا القبيل. يقول لنا بقى يبقى انا محتاج من الخمس حاجات: ديلوجنز، هالوسينيشن، يكون كاتاتونيك او تصرف ليه علاقه بالكاتاتونيا، ديز اورجنايزد سبيتش، نيجاتيف سيمبتومز، محتاج منهم اثنين لمدة شهر أو أقل. بيقول أنا بقى ممكن تبقى واحدة بس لو الديلوجنز بيزار. إيه بقى حكاية الديلوجنز بيزار دي يا جماعة؟ الديلوجنز حاجتين: بيزار ونان بيزار. بيزار يعني شخبيط ما تتصدقش، نان بيزار تتصدق. يعني زي إيه؟ زي بيزار ديلوجنز، بيزار من الديلوجنز إن أنا أقول مثلا أو أتخيل مثلا إن الشياطين بيطلعوا وبيتكلموا معايا ومش عارف إيه، ده اسمه نان بيزار، ده اسمه بيزار شخبيط. نان بيزار الاضطهاد، الإحساس بالاضطهاد. طب ما هو ممكن فعلا أكون مضطهد، خدتوا بالكم من الكلمة دي؟ يبقى بيزار دي معناها إيه؟ شخبيط. بيزار يعني لا تحدث في الواقع، القمر بيكلمني، هو يقول لك كده القمر بيكلمني، الشمس ماشية معايا. واخدين بالكم؟ ريفرنس ديلوجنز زي التلفزيون، دي حاجه برضو بيزار. الاغنيه بتاعت عبد الحليم حافظ، الراجل ده مات من سنين، دي كانت بتتكلم على جمالي ورقتي وحلاوتي وانا مقتنع، مش ان كل البنات شايفين كده، لكن يعني انا مقتنع بده ان هو كان بيقصدني انا، كان عمرو دياب مثلا عامل اغنيه جديده والله دي بيحبني انا، ودي بتحصل كتير مع المشاهير. فالحكايه دي اسمها ايه؟ اسمها بيزار. نعم بيزار حاجه ممكن اصدقها، امي مضطهداني، ابويا مضطهدني، الاستاذ في الجامعه مضطهدني، اند سو اون. لو هي بيزار كفايه عليها واحده. او واحده ثانيه ممكن برضه اخدها، هالوسينيشن، بتتكلم من فويس، كيبنج اب رانينج كومنتري اون ذا بيرسون بيهيفير اور سورس اور تو اور مور فويسز كونفرسينج ويز ايتش اس. عباره عن الهالوسينيشن دي عباره عن كلام، الهالوسينيشن كتيره خلاص، ممكن تكون كلام وممكن تكون ممكن صوت، قصدي يعني ممكن تكون حاجه شايفها لا صوت فويس بيعلق على تصرفاتي خلاص، او اتنين بيكلموا بعض عليا. تمام، يبقى دي برضو من الحاجات اللي انا ممكن اخدها وممكن برضو تبقى محل سؤال. امتى؟ احنا قلنا خمس حاجات: هالوسينيشن ودلوجنز وكاتاتونيا وديز اورجنايز بيهيفيرز وان يبقى عنده نيجاتيف سيمبتومز. حلو، هل ممكن اخد واحده؟ مش اثنين من الخمسه، واحده بس. الهالوسينيشن والدلوجنز. امتى بقى؟ الدلوجنز لما تكون بيزار، الهالوسينيشن لما تكون بتتكلم على فويس والفويس ده بيتكلم عليا وبيجادج الكلام عليا انا شايف كده يعني، او الفويس ده بيتكلم واثنين بيتكلموا عليا. طيب نيجي بقى للايه؟ ايه الحاجات اللي بتحصل في السكيزوفرينيا؟ بيقول لنا في سوشيال اوكيبيشنال ديسفانكشن فور سيجنيفيكانت بورشن اوف ذا تايم since the onset of disturbance one or more major area of function such as work, interpersonal relations, self-care هتبقى markedly below the level achieved prior to the onset. العيان ده socially ووظيفيا هيبتدي يحصل له disturbance في الشغل، خلاص الشغل مش عارف يشتغل. برضو لو متابعين افلامه كده برضو في اسف الازعاج هو اول حاجه كانت حاصله في بدايه المرض انه اتطرد من الشغل، وانه الانتربيرسونال ريليشنز بوز برضه صديقه ده مش عارف كان شافه ازاي خلاص، يبقى دي برضه من الحاجات اللي ممكن تحصل.
الديوريشن بقى بيقول لنا continuous time of the disturbance persists for at least 6 months. يعني الكونتينوس ساين اوف ديستربنس ممكن تقعد او تبرزست على الاقل 6 شهور. This 6 months period include شهر عنده symptoms اللي احنا قلنا هنشخص بيه. عشان تقول لي بس انت من الاول قايل شهر، لا شهر عنده symptoms or less لو اتعالج that meet criteria اللي احنا قلناها. And may include period of prodroma or residual symptoms، يعني هتقعد بعد كده بعد 6 شهور هو عنده positive symptoms بس بدا يبقى فيه 5-6 شهور بعد كده خلاص، حتى لو كانت عالج في بقى مردود افعال في بعض الحاجات اللي هي يا اما كانت مقدمه قبل الشهر يا اما بعد الشهر، يعني مقدمه كانت مقدمه قبل الشهر يا اما بعد الشهر، زي مثلا نيجاتيف سيمتومز، زي ان يكون عنده اود بيليفز، معتقدات بقى وخلل في المعتقدات، زي علاقته بربنا شكلها ازاي زي وهكذا. يبقى برضو ممكن هم 6 شهور على الاقل، منهم الشهر اللي هو السيمتومز دي كانت واضحه جدا واضح وضوح صريح، الاثنين من 5 او واحده لو خدنا الديلوجنز البيزار او لو خدنا الهلوسينيشن اللي عباره عن فويس، يبقى دي برضو من الحاجات المهمه. هنا بقى برضو شويه ان احنا نقراها كده، خلصنا السكيزوفرينيا، يعني خلصنا الجزئيه بتاع السكيزوفرينيا، بس عندنا بقى الجزئيه دي اللي هي بتقول لنا، ممكن اقول لكم برضو على بعض الحاجات خلاص اللي هي ايه تفرق شويه. انت قول جود وانت قول باد، انت قول جود وانت قول ايه بور. مثلا الفيميل جود، يلا افرح الفيميل جندر في الامراض دي جود، الميل لا مش جود. الجود سوشيال سبورت، الدعم النفسي الدعم الاجتماعي اكيد احسن. الفاميلي هيستوري اوف مود ديز اوردرز احسن من الفاميلي هيستوري اوف سكيزوفرينيا. البوزيتيف، ودي حاجه انا عارفها يعني من خلال مرضى شفتهم كتير جدا، البوزيتيف سيمتومز تقدر تدي لها انتي بيولوجيك تخف، النيجاتيف مش حاجه حلوه. انها تكون شورت ديوريشن، ان النوع يكون بارانويد، شخصيه بارانويد او كاتاتونيك بيجي له كاتاتوني، لكن السيمبل والاندفرنشيتد والحاجات اللي هي العايمه دي بتكمل بتقعد فتره طويله. شوف الكلام هنا تحس انه غريب بس ده فعلا واقع شفته دائما. الناس اللي عندهم بوستنز ديلوجنز تاخد دواء زي الفل شعر منور. الناس بقى اللي هم السكيزوفرينيا اللي معتقدين بان هو فلات ايموشنز، ان هو مش عارف ما بيتكلمش خالص، ده اللي هو بطل يتكلم كلامه قليل، ساعات بيكمل. المتجوز بيبقى افضل، بيبقى فيه سبورت، وغالبا بيبقى معناه انه قدر يدخل القصه بتاعت الجواز دي ويعمل ريليشنز، فتبقى جات له متاخر مثلا. اللي ما اتجوزش بيبقى الدنيا صعبه، ده معناه انه ممكن يكون تاثر عليه. ان يكون بيتعالج اوت بيشنت، يعني بيتعالج بره في العياده، غير لما يكون بيتعالج في انستيتيوت او بيتعالج في المستشفيات، والباقي يعني ما هوش ذات قضيه قوي. خلاص يبقى دي برضو ايه محل سؤال شفناها كانت في 5 وكده، فدي من الحاجات المهمه. نيجي للسكيزو تايبال ديز اوردرز. هي عامله زي السكيزوفرينيا لكن ما عندهاش سايكوتيك فيتشرز، ما عندهاش سايكوتيك فيتشرز، هي عباره عن بيهيفير بتاع السكيزوفرينيا. طب وايه السايكوتيك فيتشرز؟ هالوسينيشن والديلوجن، الحاجات دي مش واضحه، لكن هو بيتصرف خلاص وتفكيره عامل زي السكيزوفرينيا. يعني هو واخد من السكيزوفرينيا ايه؟ واخد شويه حاجات من نيجاتيف سيمتومز. طب في خلل في التفكير، تفكيره بعيد شويه، شاطح في تفكيره. لكن مش معاه سايكوتيك فيتشرز ولا اكسبريس سيمتومز اللي هي احنا عارفينها دي. يعني واخد من السايكوتايبال ديز اوردر، تقدر تقول ايه؟ واخد تفكير السكيزوفرينيك. اللي هو ايه تفكير السكيزوفرينيك؟ الدنيا مش مهمه، مش حاجه مهمه، مش عارف يتكلم بالطريقه دي. لكن الالوجنز هالوسينيشن حاجات واضحه، وده لعلمك بيبقى ساعات مش بروجوز، ده مش كويس. ساعات كتير ممكن يبقى علاجه ده مش سهل، لان انت ما تبقاش عارف ايه اللي حصل بالظبط. السكيزو افكتيف ديس اوردرز ده بقى مهم شويه، مهم يا ولاد، مهم. ليه بقى؟ لان احنا بنتكلم على حد كان عنده مود ديس اوردرز وساعات تبقى وراثه. فبيقول لك ده هو اللايف تايم ديفرنس
0.5 ل 0.8. depressive type may be more common in older patients bipolar. يعني هو خلي بالك انا لما بقول سكيزو افكتيف، لما بقول كلمه سكيزو افكتيف يبقى انا عندي مود ديس اوردرز في شكلين، يا اما ديبريشن يا باي بولر. فبيقول لك ان الديبريشن بيبقى في العواجيز، ديبريشن مش بنظر الاكتئاب اللي اخذناه قبل كده، لا الديبريشن مع السكيزوفرينيا بيبقى في العواجيز خلاص، والباي بولر بيبقى في الصغيرين. يبقى دي برضو ايه ام اس كيو. ريت عالي في الفيميل زان الميلز طبيعي لو فكرت فيه، لانه برضو المود ديز اوردرز بيبقى كومن شويه في البنات او في الستات. بيقول لك بقى لو جه في المين هيبقى مش ديبريشن ولا باي بولر، بيبقى انت سوشيال. ده شكل ممكن نقول عليه برضو ساعات بيبقى من الحاجات اللي فيها مود ديز اوردرز، او ساعات بيبقى عنده فلات ايموشنز، يعني مش حاسس بحاجه وافعاله ومشاعره فيها مشكله. بيقول لنا بقى ازاي بنشخصه. دايجنوز ميد وين بيرسون هاد سيمبتوم اوف بوز سكيزوفرينيا يوجوالي سايكوزس هالوسينيشن اند ديلوجنز اند مود ديز اوردر از ذا باي بولر اور ديبريشن. باي بولر في البنات والديبريشن في الولاد. اسف الديبريشن في الناس الكبار، اسف، والباي بولر في التين في ال 30 في ال في اليانجر يعني. But doesn't meet the diagnostic criteria of schizophrenia or mood disorders individually. يعني مش مكمل سكيزوفرينيا بس ومكمل مود disorders بس، ادي معنى الكلمة. The main criterion for schizo affective disorders is presence of psychotic symptoms for at least 2 weeks without any mood symptoms present. عشان اقول ان هو سايكو او سكيزو افكتيف لازم يكون على الاقل اقل واجب خد له اسبوعين بيشتكي. احنا اتفقنا الفتره كلها ممكن زي ما قلنا كده في السكيزوفرينيا تقعد 6 شهور على اقل واجب اللي فيها برودروم وكده، وكان ساعتها بيقول ان هي محتاجه شهر. احنا هنا بنقول لا، احنا مش هنحتاج شهر. وبعدين كان في مع الحاجات دي كان بدا يبقى في ديبريشن، كان بدا يبقى في قصدي بتاع ده ديبريشن او باي بولر. يبقى ايه؟ كان في الاول سكيزوفرينيا كنا فاكرينه كده، وبدا يبقى معاه ديبريشن او باي بولر، بس قعد من غير ديبريشن او باي بولر اسبوعين. لان ممكن على فكره اقول لكم بس بيقول كده ليه؟ لان احيانا الديبريشن يعمل لك شويه هلوسينيشن، الديبريشن يعمل لك شويه نيجاتيف سيمتومز. فلو الديبريشن كان موجود من الاول مش هيبقى كده الحقيقه. لازم كان في سكيزوفرينيا الاول او سايكوتيك يعني اسبوعين، وبعدين بدا يدخل في ديبريشن او بدا يدخل في بايبولر الحكايه دي. ادي بس جمله يا اولاد، جمله احفظها. هنا بقى ودي نقطه مهمه، السكيزو فريني فورم ديز اوردرز. برضو انا عليا ان انا اميز الانواع دي من بعض. دي بقى بيقول لك ايه بقى في السكيزو فريني فورم ديز اوردرز، دي كلوزلي ريليتد للسكيزوفرينيا. امال ايه بقى الديفرنس؟ انا عليا احفظ بقى ايه الحته بتاعت الديفرنس دي. امبيرمنت ان فانكشن از يوجوالي بريزنت في سكيزوفرينيا. يعني قلنا الحكايه بتاعت الفانكشن دي سوشيالي اوكيبيشنالي، لا عارف يبقى مجتمعيا ناجح ولا في شغله ناجح. خلاص؟ بالذات في اول التشخيص. لازم تبقى موجوده في اول التشخيص. لكن الامبيرمنت في الفانكشن في السكيزوفرينيا فورم ديز اوردرز ده لا، مش لازم تكون موجوده. ممكن تظهر بعد كده او حتى ما تظهرش، لكن لازم في تشخيص السكيزوفرينيا في الاول يكون عندنا مشكله سوشيال اوكيبيشنالي. العيان ضايع في الانتر بيرسونال ريليشن شيبس وفي الورك اتعزل زي ما قلنا. لو شفت اسف على الازعاج هتشوف الحكايه دي، خسر صاحبه اصحابه شغله وهكذا. دي بقى دي ده 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 دي قائمه على التشخيص. لكن واحد عنده ديلوجنز مثلا وشغله شغال كويس وبتاع، هحطه في الكاتيجوري ده. بعد شويه شغله باظ، يبقى برضه تابع السكيزو. المهم انه ابتدى ات تايم اوف دايجنوزس ما كانش عنده مشكله سوشيالي ولا اكتيفيشن. الحاجه الثانيه انه السكيزو فريني فورم عايزه شهر، لكن ما تقعدش اكتر من 6 شهور. عايزه شهر صحيح، لكن ما تقعدش اكتر من 6 شهور. لكن الثانيه لا، بتقعد اكتر من 6 شهور، فيها برودروما، فيها واقع بعد كده، فيها واقع قبل وهكذا. يبقى خد بالك هنا برضو الكلام بيفسر بعض. السكيزوفرينيا كانت عايزه شهر السيمتومز بتاعت الواضحه، وست شهور بالبرودروما والبوست افكت ده موجود وهكذا، وممكن تاخد اكتر من السكيزوفرينيا فورم دي
لا ما بتقعدش خالص اكتر من 6 شهور باي حال من الاحوال. البريف سايكوتيك ديز اوردرز، ودي اعتقد ان هي يعني ممكن نتعرض لها كلنا. بريف يعني في الرغيف حاجه صغيره كده، اللي هي بتبقى عباره عن ايه، يوم مثلا لكن ما بتزيدش عن شهر. الحاجات دي لازم ابقى واخد بالي انها جمل مهمه. بيبقى فيه يعني ستريس فظيع عند العيان، وبعد كده بيبتدي يرجع تاني البيز لاين. بيقول لنا مثلا عندنا اكتر من مشهد في البريف في الرغيف ده، انه بريف سايكوتيك ديز اوردرز ويز ستريس تروما، يعني يجي له هلوسينيشن ويقعد ويشوف الناس كتير جدا وبرضه يجي له ديلوجنز. بيبقى يوم، وزي ما قلت لكم اقل واجب يوم واكتر واكتر حاجه 29 يوم، ما يزيدش عن شهر. ممكن يكون ستريس وممكن يكون من غير ستريس، تسمعوا شو واضح يعني. وممكن يكون بوست بارتم اونست من في البنات يعني، ودي يعني اكيد درستوها في النساء. يبقى اذا في بريف بقى اللي هي حاجه صغيره قوي، شهر كده، سوري يوم، ما تزيدش عن شهر. خلي بالكم لو خدنا الاوقات دي هتفرق معانا، شهر واكتر من 6 شهور هنكمل وكده، هي دي السكيزوفرينيا. شهر وما تزيدش عن 6 شهور هي دي الفريني فور. يوم وما تزيدش عن شهر هي البريف في الريف، وهكذا. يبقى برضو انا هحفظ برضو الارقام دي هتفرق معايا، واخد بالي انا بس عايز كده زي دايجرام صغير تكتبه، دي يعني هكذا، دي مدتها كذا، دي بتفرق كذا عن كذا، هتفرق معايا. ديلوجنال ديس اوردرز، ان حد يكون عنده ديلوجنال ديس اوردرز، بيقول لك دي ريتش 1 في 2% من الادمشن بيشنت منتال هيلث ديلوجنال بس، يعني واحد مش عنده ديلوجنال ولا سيجن، لا ديلوجنال بس خلاص. بتحصل في ال40 سنه، مور فيميل، بتحصل في الفيميل، بيبقوا يعني اكتر ايروتومانيك ديلوجنز. ايروتومانيك يعني حاجه مرتبطه باللاف، وده بيحبني وقصه حب، برضو احمد حلمي كان بيحب منى شلبي مش موجود اصلا، يبقى برضو دي من الحاجات المهمه دي في علاقه مسكين. خلاص يبقى دي من الحاجات، اعتقد انها برضه جمله مهمه اهي، لو بنتكلم على ديلوجنال ديس اوردرز بس يعني. طيب بيقول لنا هنا ان هو العيان بيبقى ما فيش حاجه ظاهره فيه في الابيرنس، بالعكس المينتال سيرفيس اكزامري ماركت بيبقى نورمال، ما عدا حكايه الديلوجنز دي. الديلوجنز انام بيزار، مش بيزار، مش شخابيط، اند هاف بين بريزنت ات ليست مانس، برضه علم عليها، لان الشخابيط دي برضه موجوده في السكيزوفرينيا. يعني ان انا اقول ان فلان بيحبني ما وارد، بس يعني بس ساعات بتشوفها كتير جدا، وتلاقي واحد قال له واحد صباح الخير، فدي بتحبني، دي مش عارف بتموت فيا، دي اصلها كانت تقصد حاجه لما قالت لي هات الكشكول، حاجات زي كده. فبيبقى برضو ده برضو من الواقع النفسي الحزين اللي موجود في بعض الحالات. مين ديفنس ميكانيزم في اكشن فورميشن دينايل بروجكشن، يعني طبعا اكيد لما تبقى تتعرض عليه الكلام بيلكن بينكر خلاص. المالتيبل فاكتورز فورميشن اوف ديلوجنز شيرد سايكوتيك ديس اوردرز، وان بيرسون واحد بيحب واحد عنده سكيزوفرينيا، فيقول له والله انا عندي سكيزوفرينيا عادي، بيحاول يتبنى الموقف ده يعني. سبستانس انديوزد، استخدام بعض الادويه زي المخدرات والكوكين والحاجات زي كده، سبيشالي كمان في الوزدروز. سايكوتيك ديس اوردر نتيجه انذر ميديكال كونديشن، اشهرها طبعا البرين تيومرز، لكن ممكن تحصل في بعض الاندوكراين ديزيز. البارافينيا دي زي السكيزوفرينيا، ولكنها بتظهر ليت في اللايف اكسبيرينس كيو كاك، دي مهمه بتظهر ليت في اللايف لما يبقى عجي عجوز، بيسموها بارا فريمي. طيب نيجي بعد كده لبعض كلمات اللي قبل العلاج يعني. روما
سيندروم ده ممكن يقعد سنه قبل الاونست اوف سايكوزس. كلاسيك كورس اوف وان اوف اكسبيشن ريميشن ويز بروجريسيف ديفيشن افتر ايج ريلابس، لان بيجي له ريميشن ريميشن اكسبيشن زي ما اتفقنا في الاول، ممكن يجي له بيكس كده. انا شفت ناس كتير جدا عندهم سكيزوفرينيا بيجي لهم سيزونال بيكس. سيزونال يعني في الربيع، سيزونال يعني في الخريف، دي غير حكايه انه يتولد في الربيع مش هيحصل له كذا، لا في ناس بيجي لها كده زي الزئبق كده بالظبط. البوزيتيف سيمبتوم تند بيكام ليس سيفير ويز تايم بات نيجاتيف سيمبتوم مي ورس، ودي حاجه مش حلوه، الخبر ده مش جود نيوز. البوزيتيف سيمبتوم تبتدي تتحسن والنيجاتيف سيمبتوم تبتدي تزيد، يعني كانه ساب اثر في العيان، مش عايز يحس بفرحه، مش مبسوط، فلات ايموشنز. طبعا دي من الحاجات الوحشه. في الخمس عشر سنين افتر الفيرست هوسبيتاليزيشن بيقول لك 10 من 20% بيشن بيجي لهم جود اوت كام و50% بقى بور اوت كام. ده الكورس، يعني الكورس باختصار بيروح ويجي. الكورس باختصار ممكن البدومه تقعد سنه، يقعد سنه لسه عنده الاعراض دي وافكاره غريبه وبتاع، لكن لا جاله هاليسيشن ولا جاله ديلوجنز لسه. خلاص ايه البوزيتيف سيمبتومز بتبقى موجوده في الاول وبعدين تبقى شويه تقل. البيشنت سيفتي بيقول لك بيرسون وسيريس منتال ايلنس ساتش از سكيزوفرينيا بيبقى عنده مورتاليتي، دي برضو جمله ام اس كيو شفتها قبل كده، ان المورتاليتي بتبقى الريت بتاعها 2 3 تايمز هاير ذان الريت اوف اوفر بوبيليشن. نتيجه بيقول لك نتيجه بيجي لهم ساعات كارديو فاسكولار ديزيز. السوماتيك كونديشن الاعراض الجسديه فور اكزامبل الاوبيسيتي والدايبيتس والهايبر تنشن والحاجات زي كده بيبقى عالي في المريض ده. المريض ده بيبتدي بقى برضه يبقى عنده مشاكل تانية، يعني تلاقيه بيشرب سجاير مثلا، تلاقيه بيشرب خمره، تلاقيه مش عارف ايه. فده ممكن يكون ليه علاقه هو ليه بيبقى اوبيز بياكل وخلاص. فده بيبقى برضه ليه بيبقى جمله خطيره في الام سكول، لان اغلبنا مش مدركها قوي. سبب الوفيات العالي في السكيزوفرينيا الكارديو فاسكولار، جمله خطيره شد ان انا برضه اركز فيه. البيشنت سيفتي هاز بين ديفايند از افويدنس بريفنشن، يعني المفروض ان انا بعمل بروسيس، طبعا مش انا كفرد، يعني بروسيس كمؤسسه صحيه ان انا بحاول اعمل له احجزه في مستشفى، امنعه من يأذي نفسه، امنعه ان ياكل اكلات غريبه، ان يشرب سجاير بكميات كبيره، ان يشرب خمور وهكذا. يقول لنا بقى العلاج، الجزئيه دي برضو بتتكلم على مجموعه من الادويه اللي بيسموها الفيرست جينيشن والسكند جينيشن. ظهور الادويه دي بقى، الدوبامين انتاجونست ده انا قلت لكم في الاول خالص، حفظ لنا كام حاجه كده زي الفينوثايازينز زي الهالودول وهكذا. ده بيقلل الاجيتيشن والعنف لانه بيبقى شخص عنيف، دي جمله مهمه. وطبعا فكرته ان بلوك الدوبامين ليتل ملوش افكت على النيجاتيف سيمبتومز برضو جمله مهمه. يبقى ليه اكسترا رانال سايد افكتس، دي نقطه مهمه جدا جدا مش هتبقوا فاهمينها قوي عشان الدوبامين لما تقلله يبتدي يجي لك تريمورز، يجي لك باركنسونز، لان الدوبامين موجود في السبستانشيا نيجرا وبيمنع الاكسترا بيراميدال مانيفستيشن، بيمنع التريمورز يعني. فدايما لما تدي انتي دوبامينرجيك بتدي معاه دواء اسمه باركينول او احنا بنسميه انتي كولونيرجيك، يعني افتكروا الحكايه دي، بندي معاه ايه؟ انتي كولينرجيك. بيقول لنا بيجي ديسكاينيزيا نورمال نيورولوجيكال مالينجنت سندروم، يسخن جامد جدا، ممكن يحصل كده. السكند جنريشن الصراحه اللي هم اس اس ار، ودي برضو كنت اتكلمت عليهم قبل كده اظن، يعني السيروتونين دوبامين ريسبتور انتاجونست، اسف مش اس اس ار، لا السكند جنريشن هو السيروتونين دوبامين ريسبتور انتاجونست، ان هو ما بيشتغلش على الدوبامين بس، على كمان مين؟ على السيروتون. يبقى ده اللي هو اسمه في الصيدليه الكلوزاريل او اسمه العلمي كلوزابين، وده بيديك افكت بتاع السيروتونين بقى خلاص. فبيبقى السايد افكت بتاعته اقل شويه، بيريديوس الريلابس، مهم بيريديوس الريلابس. عيبه انه ممكن يعمل لنا ايمونولوجيكال رياكشن، الكلوزابين عيبه انه ممكن يعمل لنا ايمونولوجيكال رياكشن، ممكن يعمل لنا كونفولجنز، وساعات بيفتح الشهيه. خد بالكم الحكايه بتاعت ادويه الانزاكولين دي بتفتح الشهيه، فتلاقيه قطر في الاكل، دايما الناس اللي هم الاوبيز دول يبقى عندهم مشاكل من هذا القبيل. خلاص بعدين اللي بيحسن بقى المجموعه دي، في منها بقى بيحسن الكوجنيتيف فانكشن. كوجنيتيف يعني جادج، الكوجنيتيف يعني الفهم،
ان انا افهم الحاجه زي ايه كوجنيتيف فانكشن مهمه. يعني لما اقول لواحد مثل معين خلاص، يعني اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، فهو بيفهمه بالمعنى الحرفي. الاسكيزوفرينيك المرضى بتاع الاسكيزوفرينيا دول عندهم الكوجنيتيف فانكشن فيها ديستربنس، فبقاش فاهم يعني ايه اللي انت بتقوله ده. فيقول لك يعني ما اعملش بيتي من ازاز، يعني ما احطش ازاز في الشبابيك. طبعا بيقول لك الانازابين والريسبريدون ده موجود في الصمت. نيجي بعد كده للاي سي تي. الاي سي تي من الحاجات البينيفيشالي برضه، ده جمله يمسكوا مهمه جدا في الاكيوت. واحد جاي عايز ينتحر مش عارف ايه، وصل لمرحله الكاتاتونيك ده، واقف كده ومش راضي يتحرك، فما بياكلش ولا يشرب، فلازم تدي له جلسه كهرباء. طبعا بيدوا مخدر ثيروبنتال، يعني مش بيجلس الكهرباء دي اللي هو يكهربوه ويموت ولا قلبه يقف كده، لا بيدوا مخدر. بيستخدموها في السيفير سيمتومز او الناس اللي ما جابوش ريسبونس او عندهم ايشوز او بي. طيب نيجي بعد كده للسايكو ثيرابي، عدينا عليها قبل كده، كنا اتكلمنا فيها الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي اللي هي السي بي تي. في سبورت سايكو ثيرابي، يعلموا ازاي يعيش ويمانج السايكوز ويتعامل من الموضوع. ولو شفتوا الفيلم هتحس برضو ان هم كانوا بيتكلموا في الموضوع ده بشكل كبير. الكوجنيتيف انهانسمنت ثيرابي بيستخدموا زي كمبيوتر اكسرسايز ويعملوا الكلام ده في جروب عشان يفهموه ازاي يفهم، ازاي يفكر، ازاي يستوعب. عشان كده لما يبقى فيه سبورت في حوالين العيان زي ما قلنا في البروجنوزس سوشيالي بتفرق جدا. الفاميلي سايكو اديوكيشن و الناس اللي بتحبك وبتاع ويبتدي بقى يساعدوه. وبعدين الكوردينيت سبيشاليتي كير ده بيبقى عباره عن تيم بيعلم. هنا احنا عندنا بيقول لنا ان ده استخدمته منظمه الصحه العالميه ان يكون هارمفول يوز. يعني انا بستخدم ماده معينه كوكايين مش عارف اي حتى الدواء هارمفول يوز، ده اسمه سابستنس يوز ديسوردرز. امتى اقول انتوكسيكيشن؟ انتوكسيكيشن معناه ان يبقى فيه مع الدواء ده ترانزينت سيندروم نتيجه التعرض للمرض ده، وبدا يجي لنا فيزيكال امبيرمنت خلاص. ولما بوقف الدواء ده بيتوقف، زي مثلا دواء مثلا بيعمل مايوزس مثلا او بيعمل تاكي كارديا او بيعمل ده، اسمه كده تسمم، لكن ما اسموش سبستنس يوز سايكوس. دي حاجه ثانيه. التوليرانس دي المرحله اللي مع الاستخدام المتكرر بدا الايفكت يقل. دي مرحله اللي هي مع الاستخدام المتكرر دي فارما بدا الايفكت يقل. الوزدرول ستيت وده اللي بيحصل في السايكوس كده، هو فرد للموضوع ده كلام شويه. ده عباره عن سيمبتومز وساين بتحصل لما اجي اسحب الدواء، وبتقعد برضو الليمتد تايم، وليها علاقه بصراحه بمواد معينه. يعني مثلا زي البنزو دايزبينز مثلا، اسف سوري، زي الخمره، اسف زي الخمره. الخمره لما اجي ابطلها ساعات بالعيان، ساعات بنستخدم العيان بنزو دايزبينز ده اللي عايزه. الادكشن ده كرونيك برين ديزيز. كل دي يا جماعه ايه جمل. امتى اقول وذدرول؟ لما اسحب الدواء هتبقى تبع الوذدرول. امتى اقول تورانس؟ بدي دواء بعدين يبتدي الافكت بتاعه يقل. طيب الادكشن ده عباره عن كرونيك برين ديزيز، عباره عن ايه بقى؟ ان كنترولد اور كومبالسيف يوز اور وان اور مور سبستانس. عايز على طول استخدم الدواء ده ان كنترولد، او السبستانس دي بشكل ان كنترولد كومبالسيف، جوايا دافع ان انا استخدمه خلاص. ودي بقى لما تبتدي توقف يبتدي يجي لك ريكارنس لاعراض الوزدرول، تيجي ترجع تاني يبتدي يحصل لك ريميشن، ده بيسموه ادكشن. لكن لو انا بس كان وقفت وجالي اعراض وبعدين قدرت اتوليريت، ده بيسموه وزدرول. السبستنس ميز يوز اللي هو ده راكب بعينه، يعني يوز اوف اني سبستنس ويز ات كان كوز هارم، ممكن تعمل لي هارم افكت. ادويه الكحه على انها مخدره،
استخدم منها كميه كبيره جدا جدا عشان اتخدر وتحقن دماغي يعني. الباركينول اللي ده الاولام شويه الاندوكرينولوجي بيستخدموه برضه على انه بيسموها ادويه الصرصره، ادويه او ادويه الهلوسه، ياخدها عشان يهلوس. البتاع ده الترامادول ده مسكن اصلا، بيستخدموه برضه عشان يعمل مود وعشان لاغراض سيكشوال وهكذا. ده اسمه سبستانس ميديوز، انا بستخدمه في حاجه غير استخدامه تعمل لي ضرر معين او اديكشن او غيره. هنا بقى بيقول انه الادكشن وات از ات نوت، ايه اللي هو ممكن نقول ادكشن مش ادكشن، يعني امتى نقول انه ادكشن انا بقيت مدمن ازاي؟ فيقول لك والله في عنف مثلا، وانت بتاخد حاجه، بتاخد الموضوع بتكسر الدنيا. عارفين اللي هي كانت مسلسل الكبير والادكشن بتاع الانترنت، انترنت، فبيكسر الدنيا كده عشان يوصل وبتاع. ممكن البور ديسيجن ميكنج، لما يبقى على الدواء مش بيعرف ياخد ديسيجنز، تصرفاته باد بيهيفيرز. خلاص كل الحاجات دي ممكن تساعدني او تفهمني ان ده وات ار ذا ريسكس اوف بيكامينج اديكت. ايه الحاجات الريسك فاكتورز يعني؟ الجينيتك ديبريشن ممكن، الدي ان ايجرز طبعا، التشايلد هود تروما، طفل اتعرض لتروما سيكشوالي اكتر، الليرنينج ديز اوردرز، اتعلم غلط، الاي دي اتش دي كان برضو اللي هو كان عليه مسلسل اللي هو مرض فرط الحركه ممكن يكون ريسك فاكتور. طبعا يكون عنده ديبريشن، يعني يكون عنده سايكوزيس، هو برضو الكلام مرتبط ببعضه. ممكن السايكوزيس تلاقيه بدا دخل في ادكشن ودخل في خمره وتخين وبياخد ادويه معينه، ده ممكن يساعده. الباي بولر ديز اوردرز، ان يكون مكتئب. يعني في عندنا اكتر من فكره في هذا الموضوع. طيب السبستنس ان هو انتنشنال كنترول فيشل امبيرمنت از يوز فارماكولوجيكال ثيرابي. السيمبتومز كاتيجوريز اوف سيمبتومز تو ميك دايجنوزيس انا الاولدرز، انا كنت بعمل ادكشنز، عامله لي يعني مرض نفسي، ممكن يكون ده نتيجه اليوز سوشيال امبيرمنت. وهكذا الامبيدو كنترول نشرحها واحده واحده. taking the substances in large amount، ياخد كميات كبيره. having persistent desire to cut down or regulate substance use but reporting multiple unsuccessful effort to do so، يعني بيفضل يعمل يلف ويدور وممكن يسرق وممكن عشان يوصل للدواء ده. spending a great deal of time obtaining using or recovering from effect of the substance. craving، عارفين الكريفنج، انا كريفنج شوجر مثلا، كريفنج زي البايكا مش عارف كده، مش اللي فات ياكل البايكا دي اللي هو بياكله الطين، بياكله التراب عشان عنده نقص في الحديد، فهو كريفنج، عنده انتنس ديزاير ان ياخد الدواء ده، اسمه impaired control. social impairment ان الريكارنت سبت يوز ريزلت ان فيلير، انه يبقى بيشتغل، بيروح المدرسه، بيروح شغله، بيروح وهو بيشتغل او يروح يقابل اسرته، بتعمل انتر بيرسونال بروبلمز، بتعمل امبورتنت سوشيال اوكيبيشنال ديز اوردرز وهكذا. ريسك يوز ان استخدامها بيعرضه لهازاردز فيزيكالي، يعملوا بالبيتيشن، يعمل له بيتعرض لحاجات فيزيكالي. فارماكولوجيكال كريتيريا ان لها التوليرانس، انه ليها وذرول سيمتوم زي ما شرحنا من شويه. خلاص وبعدين لها كريتيريا موظف او مش موظف، مالتيبل اور نو كريمنال جاستس كونتاكت، كذا مره راح المحكمه وكده. ديفيكلت كوبينج وذ ستريس، مش عارف يتعامل مع الستريس. برضو سوشيالي في عنده مشكله. ديفيكلت هاندلنج هاي ريسك ريلابس سيتويشنز، ايموشنالي وفيزيكالي اماتيور. ديفيكلت ريليتنج تو فاميلي، مش عارف يتواصل مع اسرته. بس المهم ان انا اكتر
شفته في هذه العبارات. يعني ايه كلمه توليرانس؟ يعني كلمه وذرول؟ يعني كلمه ادكشن؟ اتمنى يكون مفيد واكمل لكم الحاجات ان شاء الله.